مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه الريان، حياكم الله وين ما كنتوا في حلقه جديده من برنامجكم برنامج الميدان. كالعاده اعزائي المشاهدين، راح نستعرض السباقات التي نظمها نادي السباق والفروسيه على مضمار العقده في الاسبوع الماضي، وراح ناخذ تحليلات الاسبوع المقبل بدايه من سباقات الغد. ولكن اعزائي المشاهدين، قبل ان نخوض في تفاصيل هذه الحلقه، خلونا نرحب بضيوفي المتواجدين معي في الاستديو. بداية من اليمين، مدرب جاسم الغزالي ابو محمد، الله يمسيك بالخير. مسيك بالنور اخوي ابو تميم، واخواني متواجدين معنا ومشاهدي قناة الريان، وان شاء الله نقدم شيء في المشاهد. يا مرحبا بك. ايضا اعزائي المشاهدين، متواجد معنا المدرب المخضرم راشد الجهني، ابو محمد الله يحييك. يا مرحبا، الله يمسيك بالخير، مسي اخواني الموجودين ومسي على المتابعين قناة الريان بالخير. مرحبا بك. ايضا اعزائي المشاهدين، موجود معنا المدرب ابراهيم بن سعيد المالكي. ابراهيم، يعني قبل الهوى انت كنت قاعد تتابع المباراة، عطنا علوم المباراة. واحد واحد والله قاعدين على اصحابنا. الله يوفقهم. الله يوفقهم ان شاء الله. نعم. ايضا اعزائي المشاهدين، متواجد معنا المدرب عويض الهاجري، ابو ناصر الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور اخوي تميم، مسي عليك، مسي على الاخوان الموجودين معاي، مسي على مشاهدين متابعين قناة الريان. يا مرحبا بك ابو محمد. بدايه يعني نبارك لك اول شيء فوز المنتخب امس. المنتخب ما قصر، قدروا انهم يتاهلون، وان شاء الله الانتصارات هذه تكون متواصله. الله يبارك فيك ومبارك لجميع شعب قطر. الحمد لله رب العالمين. طبعا المنتخب يخطي خطوات ثابته للادوار المتقدمه، نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ان شاء الله في المباريات الجايه. اظن كل مرحله راح تصعب الامور، وراح تكون يبغي لها اظن تكتيك غير عن الخطط اللي راحت، كل ما لها وتصعب الامور عليهم. البطوله صراحه بطوله جدا شيقه، بطوله يعني تنظيم 10 على 10، اجواء جدا صراحه يعني ذكرتنا باجواء كاس العالم. قطر اظن اي بطوله في قطر قبل لا تنظم النجاح مكتوب لها النجاح مضمون. نعم. وصراحه واكبر دليل يعني شوف الجمهور اللي حضر في كاس اسيا، اول مره يحضر الجمهور بالطريقه هذه، وفعلا متمتعين احنا بالمباريات، ونتمنى ان شاء الله فريقنا نلقاه ان شاء الله في النهائي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ابو ناصر، علومك مع العقده ومضمار العقده والتمرين والخيل والتجهيزات. والله يا ابو تميم عندنا في مرض مفتقدينك، مفتقدينك هالايام. في فيروس انتشر في العقده صراحه. نعم. اللي هو فيروس البابيزيا، حشر الاسطبل عندي يا ابو تميم، حشر العقده، سمعت كله بسبه وشو مزرعه بلدنا اللي هي قريبه من العقده. عباره عن ايش لو تكلمنا عن يعني ايش ايش ال هو دائما الامراض تنتقل حقيقه ما بين الحيوانات، خاصه لما تكون قريبه من بعضها البعض. يعني مثلا تكلم هذه مزرعه ابقار، وهنا مربى خيل او مكان كله خيل. الفيروس خاصه انهم هم شماليين، الهواء يهب. نعم. ويجينا دائما يعني حتى الريحه جلكم الله دائما موجوده بسبب الابقار اللي موجوده اللي هي في بلدنا. بصراحة نعاني احنا كل سنة. ايش عوارض المرض هذا اللي يعني مثل البصفار اللي جينا، امراض خيل تصوم عندكم؟ تصوم، هو مرض يعني مثل ما تقول فايروس، لكن متعرف عليه وموجود وله محصنات وله علاجات، ولكنه لابد ان انت تمر في مرحلة يعني ما بين لما يوصل هذا اسطبلك ويدخل في بعض الخيل، انه يعدي هذا الشيء ما بين حصان لين حصان، فيأثر على الاسطبلات صراحة، يأثر على بعض أداء الخيل، خاصة نحن مقبلين على سباق كبير نحضر له، تدري الفحوصات تكون شقالة، الفحص هذا هو اللي بين لنا بعض الخيل أنها تعاني من هذا الفيروس، ومثل ما احنا صراحة ما شقالين يعني ما وقفنا على الموضوع، أنا واسطبلات إخواني المدربين اللي هناك موجودين. العقدة صراحة ممكن هي ممتازة، مكانها ممتاز لأنه مزرعة الأبقار بلدنا مأثرة علينا تأثير كبير صراحة بالأمراض اللي تطلع من البقر وتوصل للخيل. نعم. الله إن شاء الله يسهل أموركم إن شاء الله، وهذا إن شاء الله مرحلة وتعدي بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. راشد الجهني، أيضا مفتقدين النتائج هالأيام، في مفاجآت، في شيء جاي في الطريق؟ إن شاء الله موجود الخيل، انتظر سباقاتها، بس عندي يعني أكثر الخيل تروح رزيلف يعني. نعم. ان الهانديكاب مالها ما نتمنى نحصل لها سباقات ان شاء الله، نرفع الهانديكاب لتكون تشارك في السباقات الكبيره. نعم. الله يوفقك ان شاء الله يا ابو محمد. اعزائي المشاهدين، نظم نادي السباق الفروسيه يوم الاربعاء الماضي 7 اشواط على كاس مسيعيد في مضمار العقده، خلونا نشوفها معاكم في هذا التقرير.
أقيم يوم الأربعاء 24 يناير لعام 2024 السباق 13 للخيل على مضمار العقدة، وذلك على كأس مسيعيد من خلال 7 أشواط بمشاركة أعداد من الجياد بحسب الفئات والتصنيف في كل شوط. في الشوط الأول المخصص للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ 45-65 عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، كان الجواد وكيل ملك مربط إنجاز أول الفائزين في السباق اليوم بإشراف المدرب جهاد خالد الأحمد وبقيادة الخيال ألبرتو سنا. أما في الشوط الثاني المخصص للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي المبتدئة عمر 4-6 سنوات لمسافة 1300 متر فقد استطاع الجواد كومودور ملك وذنان ريسينج الحصول على المركز الأول بإشراف المدرب ألبان دوميول وبقيادة الخيال سفيان سعدي. بالنسبة للشوط الثالث المخصص للخيل المهجنة الأصيلة الإناث المبتدئة والفائزة بسباق عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1300 متر كان الانتصار والحصول على المركز الأول للجواد نانو تورو ملك المهندس حسن علي عبد الملك العبد الملك بإشراف المدربة دي بي ماونتن وبقيادة الخيال ميركو سنا. في الشوط الرابع المخصص للخيل العربية الأصيلة تكافؤ 55-75 عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر نجح الجواد باهي ملك وتدريب حمد أحمد حسن المالك الجهني في الفوز بالمركز الأول والحصول على صدارة الشوط بقيادة الخيال توماس لوكاس. قمة الشوط الخامس المخصص للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي تكافؤ 40-60 عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1300 متر كانت للجواد إي جي إس دحيل ملك مربط الجريان بحصوله على المركز الأول بإشراف المدرب محمد بن حمد خليفة العطية وبقيادة الخيال إشتبان مازور. في الشوط السادس قبل الأخير المخصص للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ 65-85 عمر 3 سنوات فما فوق مسافة 1300 متر استطاع الجواد كلوك أنداغر ملك فاطمة بن سلطان ضابط الدوسري الفوز بالمركز الأول بإشراف المدرب محمد الغزالي وبقيادة الخيال حمد البوسعيدي. وخصص الشوط السابع الرئيسي للسباق اليوم على كأس مسيعيد للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي تكافؤ 75-95 عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1300 متر وفيه بفارق 7 أطوال كاملة حقق الجواد سكر ملك صبحية عوض إبراهيم فوزا مذهلا في الشوط بعدما فرض الجواد ذو 8 سنوات سيطرته تماما في المسار المستقيم الأخير ولم يسمح لأي من منافسيه العشرة الاقتراب منه دفع وحيدا في المقدمة ليفوز بالكأس بإشراف المدرب إبراهيم خالد الأحمد وبقيادة الخيال إشتبان مازور. نعم مشاهدينا الأعزاء شفنا معاكم نتائج يوم الأربعاء الماضي وبالفعل هنالك عدة مدربين تميزوا وتفوقوا في هذا السباق بداية افتتاحية جميلة لمربط إنجاز مع جهاد الأحمد ووكيل اللي أخيرا تنفس الصعداء وقدر أن يفوز في هذا السباق بداية مع راشد الجهني أبو محمد. يعني شفنا وكيل يعني قدر يعني يسجل هذا الانتصار بالفعل وكيل في هذا السباق. يعني يمكن وكيل يعني من الخيل الزينة بس غاب عن البطولة على السباقات. نعم والشوط كان تكافئ يعني من اللي هو 45-65 يعني الشوط هذا يعتبر يعني من الفئة الهانديكاب نازل ولكن الحصان ما شاء الله أدى هني في هذا السباق نشوفه من مو بالشوط لا هذا الشوط لا الأول العربي هاي يعني. الشوط الثاني الثاني هاي هاي الثاني نعم أسلم يا أبو محمد. إيه نعم هو وكيل يعني حصان من نوعيتك نوعية طيبة وإذا صار والخيل إذا صارت في مستواها فمثل هالأشواط يعني يفوز فيه. نعم يعني هانديكاب الحصان مو بمن الشوط كبير ولا شيء ولكن هانديكاب الحصان هذا مستوى بالنسبة لهذا المستوى يفوز. نعم أيضا أعزائي المشاهدين من ضمن الأشواط الجميلة هو الشوط الثاني المخصص للخيل العربي الأصيل المنتجة محليا رجعوا وذنان بانتصار جميل مع كومودور
لوائل بانديميول وسفيان سعدي، جاسم الغزالي، تكلمنا عن هذا الانتصار. بارك لمزرعة وذنان صراحة بهذا الانتصار الجيد، وكل ما شفنا اسم وذنان لازم تلقى حصان طيب، نتيجة إيجابية صراحة، ظهري بصورة جدا مشرفة، نوعية الخيل أخوي أبو تميم نوعية ممتازة، مدرب الباندمي والمدرب خبرة، مدرب متمكن يجيب الخيل في وضع صراحة يعني في أحسن حالاته، ما يجي الحصان لجاهز حق السباق، عندهم إمكانيات كبيرة يأهلهم أنهم يجيبون الخيل في وضع يعني مثل ما نشوف إحنا خيلهم المستوى، المستوى اللي عندهم صراحة مستوى عالي، وهذا شيء طبيعي، الفوزات اللي يأخذونها مربط وذنان صراحة شيء جيد ويرفع مستوى السباقات عندنا. نعم، نقول لهم مبروك. أيضا أعزائي المشاهدين، الشوط الثالث حسن عبد الملك مع ديبورا ماونتن قدروا أنهم يسجلون انتصار مع نانو تارو ابن تورنادو، هذا إنتاجه. إبراهيم المالكي، تكلمنا عن هذا الانتصار. صراحة حصان متميز، حصل على الفوز الأسبوع اللي طاف في المساوات 1300، قدر يقدم مستوى عالي في خصوصا في آخر الأمتار. حصان عمره 3 سنوات من الخيل الجديدة اللي جات الدوحة، طلع من بداية الشوط وهو كان في المجموعة اللي قدام مع الخيل، قدر يحسم الشوط في آخر الأمتار. حصان صراحة يمكن يكون له مستقبل جيد في السباقات الجاية، بس خصوصا في الفئات العمرية. نعم، نقول مبروك لحسن عبد الملك على هذا الانتصار الجميل صراحة، اللي هو من إنتاجه أيضا هذا الحصان نانو تارو. الشوط الرابع أعزائي المشاهدين مخصص للخيل العربية الأصيلة، شوط هندي كاب 55 إلى 75، حمد نجمي عمل مفاجأة غريبة بتسجيل هذا الانتصار مع باهي، وكان شايل 60 كيلوغرام، 2000 متر عويض الهاجري، يعني مش بسيطة 2000 متر وتشيل 60 وتفوز. والله صراحة يمكن باهي يعني قاعد يخطي خطوات ممتازة حقيقة في هذا الموسم، خاصة على المضمار الرملي بوتميم، قد يعني الحصان هذا فاز يمكن من 3 أسابيع تقريبا أو من 4، نفس الطريقة كان حامل أعلى ويت على مسافة 1700 متر، قدر يفوز صراحة فوزة خيالية. نعم. وإحنا نقول حتى في هذا السباق واضح الحصان عنده مستوى على المضمار الرملي، أدى اليوم أداء صراحة، يعني مرات انت بعض الخيل تعطيك اداء لكن لما ترجع مره ثانيه وتكرر نفس الاداء، لانه واضح ان الحصان هذا عنده مستوى عالي على المضمار الرملي. اعتقد ان هذا الحصان ما زال صغير يا ابو تميم، هذا الحصان عمره 4 سنوات، اتوقع له الكثير حقيقه، خاصه في اول موسم يعطيك بهذا المستوى، لانه حصان عنده مستوى عالي. مبارك لاخوي حمد الجهني ونقول لها الف مبروك، يستاهل. ايضا اعزائي المشاهدين، يوم الاربعاء قدموا لنا مربط الجريان انتصار غريب مع اي جي اس دحيل في الشوط الخامس 1300 متر، اي جي اس دحيل ابو محمد، يعني هذا الحصان تشوف سلالته، تشوف حجمه، تشوف خطوته، تقول هذا 2000 2004، يلا تجيب راسه تستنكر، ها تستنكر، شلون يدخل 1003 ويفوز. مبارك لاخونا محمد بن حمد العطيه، مربط الجريان صراحه حصان مثل ما قلت اخوي بتمي، حصان عنده سلاله، عنده امكانيات كبيره، حصان حجم يعني من اول ما ظهر ضخم الحصان، أظن الحصان أنا يعني بالنسبة لي هو أعلى من كعب الخيل هذه اللي معاه، عشان كذي قدر يؤدي المسافة. وأخونا محمد بن حمد صراحة يعني ظهر بصورة جدا ممتازة، وخيله تجي في الفورمة، ما يدش في شوط له منافس ما شاء الله عليه. الحصان هذا أخوي بتميم يعني مثل ما قلت أنت يبي له مسافات. نعم. حصان كاميلوت دائما إحنا نقول يروح بعيد. نعم. بس لكن طيبة يشله في الشوط هذا، وقدر يأخذ الشوط، وشوط مستحق صراحة، ألف مبروك، يستاهلون. ايضا اعزائي المشاهدين، كلوك كانديجر في الشوط السادس لفاطمه بنت سلطان الدوسري سجلت انتصار جميل مع محمد الغزالي. راشد الجهني، يعني شفنا هذا الحصان دائما بين فتره وفتره يجي ويخطف انتصارات. نعم، حصان اصلحت له الارض نقول هناك، اصلحت له المسافه في وقته، كان اعطانا ركضه حلوه، يعني مبارك حق المالك والمدرب على هذا الفوز، يعني هني بنشوف الاداء، يعني الحصان ثاني الحين وبدا يعازله ان الخيال وعطاء، يعني ما شاء الله. فالحصان هذا نتوقع يعني يتم على هالمستوى على هالمضمار بيأدي. نعم. فعلا هو يغيب ويطلع لنا، يعني بالدليل ان حصان زين، يعني اللي حصل السباق المناسب له. نعم. جاك. نعم، نقول مبروك للمالكه فاطمه بن سلطان الدوسري، ومبروك لمحمد الغزالي. اما الشوط السابع على كاس امس عيد اعزائي المشاهدين، جانا ابراهيم الاحمد
وسجل مفاجأة جميلة مع الخيال اشتيبان مازور والحصان سكر عويض الهاجري. يعني يمكن سكر كان مميز العام الماضي لكن السنة هذه أداءه كان غير جيد، لكن الجميل في الحصان هذا أبو ناصر، يمكن هذا الحصان الوحيد أنا شفته في حياتي في قطر، يعني كوبي نسخة من أبوه بيرنينغ ساند. إذا ما شفت بيرنينغ ساند في حياتك ترى هذا هو كشكل، هذا شكل بيرنينغ ساند. الله يبارك لهم صراحة. يمكن سكر العام الماضي كان عنده مستوى، في الموسم هذا ما توفق صراحة في أول ظهور له، يعني ظهر يمكن 3-4 مرات ما ظهر بالصورة اللي ظهر فيها. صحيح. في آخر السباق صراحة فاجأ الجميع، فاجأ المحللين، فاجأ الخيالة، المدربين. المستوى اللي ظهر فيه هو حصان عنده مستوى، نعم، لكن أكيد جاته خلة، ما ظهر بصورة جيدة. ولكن اليوم صراحة شفنا سباق يعني الأداء اللي قدمه على مسافة قصيرة، أنك تعمل 7 أطوال ترنفوت هذا وسبع أطوال ما بين نخيل سريعة وعندها مستوى عالي صراحة، إلا أن حصان عنده الكواليتي العالي، حصان ظهر بصورة واضح أن حصان عنده مستوى يوديه لأبعد الأشواط، يعني ما يفتكر ما يعني اللي قاعد يفوز بالطريقة هذه بتميم، أعتقد أنه هو الأول مميز في قطر. نعم. هذا ما ينضرب هالحصان أنا أتوقع، يعني من نوعية الخيل معاه هو أعلى كعب لو أنه قدر يرجع ويفوز بنفس الطريقة. نعم. نقول مبروك للمدرب المتألق إبراهيم الأحمد واشتيبان مازور على هذا الانتصار الجميل اللي قدموه لنا بالشوط الرئيسي ليوم الأربعاء الماضي. نروح الفاصل ونرجع لكم. نعم مشاهدينا الأعزاء، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل نستكمل حديثنا عن سباقات الأسبوع الماضي. يوم الخميس أيضا نظم نادي السباق الفروسية 7 أشواط ولكن كانت أقيمت على المضمار العشبي. خلونا نشوفها معاكم في هذا التقرير ونرجع نتكلم عنها. نظم نادي السباق والفروسية يوم الخميس 25 يناير العام 2024 السباق الرابع للخيل على مضمار العقدة وذلك على كأس الجذيع من خلال 7 أشواط. في الشوط الأول المخصص للخيل المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 4 إلى 6 سنوات لمسافة 2100 متر استطاع الجواد غلازونوف ملك الفخامة ريسينج الفوز بالمركز الأول بإشراف المدرب حمد الجهني وبقيادة الخيال توماس لوكاس. أما في الشوط الثاني المخصص للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي تكافؤ 45-65 عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1400 متر فقد برهن الجواد بركان زاخر ملك حسن بن علي حسن المطوي وتدريب نجله محمد حسن المطوي على قوته بحصوله على المركز الأول للشوط بقيادة الخيال صالح فرج العتيبي. في الشوط الثالث المخصص للخيل العربية الأصيلة المبتدئة والفائزة بالسباق عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر حقق المركز الأول الجواد آر إم وضحى ملك راشد بن عبد الله الجبر النعيمي الفوز بالمركز الأول متفوقا على بقية الجيادة التي شاركت في الشوط بإشراف المدرب هادي الرمزاني وبقيادة الخيال جيفرسون سميث. بالنسبة للشوط الرابع المخصص للخيل العربية الأصيلة تكافؤ 65-85 عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر كان الموعد بالنسبة لمربط الشحانية لحصد قمة الشوط ودخول قائمة المتوجين في السباق اليوم بالمركز الأول عن طريق حصول الجواد كي دو غزال على صدارة الشوط بإشراف المدرب رودي نوربين وبقيادة الخيال لوكاس دولزي. في الشوط الخامس المخصص للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ 70-90 عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر انطلق الجواد غرير بقوة يحصد المركز الأول ويسعد مالك ناصر سيف عبد الله راشد الكبيسي ومدربه محمد الغزالي بالإضافة إلى الخيال إيفان روسي. في الشوط السادس قبل الأخير والمخصص للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ 70-90 عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر تواصل تحقيق الفوز لأسماء جديدة في قائمة المتوجين اليوم بقمة الأشواط 7 وذلك بحصول الجواد بولت أكشن ملك مربط إنجاز على المركز الأول بإشراف المدرب جاسم الغزالي وبقيادة الخيال هستيفان لجاج.
الشوط الرئيسي الشوط السابع على كأس الجذاع المخصص للخيل العربية الأصيلة المبتدئة المتميزة عمر 4 إلى 6 سنوات لمسافة 2100 متر. نجح المهر زقادير ملك وذنان ريسينج في افتتاح رصيده من الانتصارات في 3 مشاركاته ويتقدم من الوصافة إلى المركز الأول بفوزه بالكأس بعدما تصدر بارتياح وذلك بإشراف المدرب ألبان دوميول وبقيادة الخيال سفيان سعدي. نعم أعزائي المشاهدين شفنا معكم 7 أشواط مميزة افتتحها حمد الجهني وتكلمنا عن الشوط الأول مع غلازنوف وعويض الهاجري. نروح الشوط الثاني بركان زاخر سجل فيه الانتصار حسن بن علي المطوي مع المدرب أو الخيال صالح فرج العتيبي. أبو سعيد شفت الشوط وشفنا بركان زاخر يسجل انتصاره للمرة الثانية في هذا الموسم. نعم حصان مميز صراحة حق حسن المطوي. بركان زاخر من إنتاج أظنتي محمد مفالح. نعم وفالح حصان أمه فرس طيبة صراحة الحصان هذا على لهور حصان حسن المطوي صراحة خيل مميز جدا. لهور كان حصان مميز جدا صحيح. نشوف اليوم مع الجوكي برنتس قدر ياخذ الانتصار على المرة الثانية مع الحصان بركان زاخر. حصان صراحة قدر ياخذ الصدارة من آخر 100 متر وأعتقد أن الفاز مرتاح وحصان مميز جدا. أعتقد أن له مستقبل جيد يعني. نعم نقول مبروك لأخونا حسن بن علي المطوي. أيضا أعزائي المشاهدين الشوط الرابع راح لهادي الرمزاني مع محمد بن راشد النعيمي وآر أم وضحة جاسم الغزالي. يعني شفنا وضحة تألقت ولقت لها مجال يعني كانت تدخل في أشواط كبيرة أوكس وأشواط قوية اليوم قدرت تفوز بهذا السباق. صحيح مبارك لأخونا هادي الرمزاني وأخونا محمد بن راشد النعيمي. هذا الفوز يستحق والفرس ظاهر بصوره جدا مشرفه. اللي افتقدناه ذاك اليوم صراحه ابو راشد. وراشد احنا يعني استانس اذا شفناه موجود في السباق واذا فاز يعطي صراحه يعني زخم حق السباق والشباب حماس حماسي زياده على اللزوم والربع كلهم يحبون اذا فاز يعني صراحه شوف سير فريق كبير يبارك له. فنبارك لهم هذا الفوز المستحق صراحه ويستاهلون هذا النتيجه الايجابيه. بس نقول حق بناصر الله يسامحك فاتك شوط الكاس. الكاس وينك عن الكاس؟ الكاس اللي الشوط اللي بكره صحيح. او بعد بكره الفرس يعني هاي كلها هي مقبوضه الفرس كانت يعني اظن ان المالك لازم يحاسب المدرب. نعم شلون هالشوط هذا يخليه. الله الله يعوض عليها ان شاء الله. يكفي انه خرج بمهره مميزه وهي من تاجه. نبارك لاخونا محمد بن راشد النعيمي على هذا الانتصار وعلى ايضا هذا الانتاج المميز. ترى احنا قصدنا نسبب بينهم ماي بس لكن مداعبه يعني مداعبه. الشوط الرابع اعزائي المشاهدين رجعوا لنا الشحانيه بانتصار جميل مع كايدو غزال. راشد الجهني تكلمنا عن هذا الانتصار لا يبارك حق مربط الشحانية على الانتصار المميز. طبعا ريت 65-85 يعتبر ريت عالي. فبالفعل يعني هذا ولد داحس غزالي ما شاء الله محمد. نعم ولد داحس نعم. فشوف أنا يعني كان هذا الانتصار من قدام الجميع نعم. هنا بيبتدي حركة الخيال وبالفعل يعني ركض ركضة حلوة. كانت في منافسة من الخلف ولكن تم مواصل يعني لين رمق الأخير على ما قال. نعم استاهلون. نعم أيضا أعزائي المشاهدين الشوط الخامس راح لمحمد الغزالي مع ناصر سيف الكبيسي وبانتصار جميل قدم لنا غرير اللي خطف الانتصار من طوفان في الأمتار الأخيرة. الشوط الخامس بناصر صراحة يمكن شوط استمتعنا فيه أبو تميم يعني وصلوا على يمكن تقريبا الاخر 100 متر الاخيره شفنا تنافس حقيقه. شفنا الحصان غرير يقاتل متقدم جاي من وراء حصان الجريان كان موجود في الصداره. شوط كان صراحه يمكن استمتعنا فيه كعمر 3 سنوات والاداء اللي ظهروا فيه الراسين هذيل الحقيقه. لين الامتار الاخيره نلاحظ صراحه الخياله اداء الخياله يعني ارجع واقول الشوط هذا كان شوط خيالة أكثر ما هو شوط خيل صراحة. الجريان يمكن ما كانوا محظوظين صراحة يمكن كانوا الحصان هذا الحين رابع مرة على التوالي يجي ثاني ما له حظ الحصان ولكن واضح أنه يعني الشوط الخيالة هم اللي كان لهم الدور. الشوط كان ممتاز صراحة أبو تميم كمستوى التنافس اللي كان موجود فيه
مبارك لأخونا محمد الغزالي، ومبارك أيضا لمالكة ناصر بن سيف الكبيسي. نعم، الشوط السادس ما قبل الأخير راح لمربط إنجاز مع جاسم الغزالي وبولت أكشن. أبو محمد، يعني شوط جميل صراحة، وبولت أكشن أعتقد أنك أنت الآن أخيرا بدأت تتنفس الصعداء مع هذا الحصان. الحمد لله رب العالمين، طبعا نبارك لمربط إنجاز هذا الفوز، وفعلا أخوي بتيمي من الحصان هذا استلمت الموسم هذا بداية الموسم. الحصان يمكن هذا يعني دائما احنا الفترة الأخيرة أحاول أكتشف الحصان شو اللي يحب الحصان. نعم. أوقات يبين لك أنه هو سبرنتار، بس طلع حصان مش سبرنتار، قاعد نودي مسافات 1006، ركض طريقة جدا إيجابية في أظن في الجينز أو في التراي جينز. اليوم ركض في مسافة اللي أتوقع أفضل مسافة 1400، هذه المسافة جدا نعم. مناسبة حق الحصان، وكنت أنا عندي قناعة الحصان المسافة هذه يعني يدور لشوط مناسب له. أظن انفعت له الأرضية، أرضية مضمار العقدة الحشيش مع المسافة هذه، أدى بطريقة جدا مناسبة. يعني بأمانة كطريقة فوز حصان مميز في 1400، الحمد لله. الحمد لله. المعضلة أنه في خيل كثيرة متميزة على 1400، فأنت الآن الجدول ما يخدم هذه الخيل، الجدول ما يخدمها. نعم. الشغلة الثانية أن ما شاء الله الحصان الفارق يعني ما عنده مشكلة، يقدر ينافسهم. لا يقدر، بس لكن الجدول احنا نقول دائما أوقات بعض الخيل تنظلم أخوي بتميم المسافة. المسافات أنت أوقات عندك حصان يبي له مسافة معينة وما تلقى له في الجدول، فتضطر انت كمدرب وقات يعني شنو بتخلي حصان شهر شهرين ما يشارك، تحط فيه مسافة غير مسافة أقصر أو مسافات أبعد، تبدأ يعني مجبور انك تركض الحصان. فدائما بعض الخيل مسافة معينة فقط يعني لازم تكون لها الجدول تخدمها. نعم. نقول لك مبروك، ونقول الله يبارك أيضا لمربط إنجاز على هذا الانتصار. الشوط السابع والرئيسي لأمسية يوم الخميس راح الوذنان مع مهر مميز يركض للمرة الأولى أتوقع، أو عنده كذا ركضة راكض ركضتين في فرنسا، اللي هو زكادير سلالة فاخرة راشد الجاني. طبعا نتكلم عن الدهمة، حصان يعني أشوفه يعني بيطلع طلعة بالأخير طلعة قوية ما شاء الله، حصان عنده سلالة كبيرة، حجم الحصان ما شاء الله يعني أهله، شوف شلون انطلاقته في الأخير يعني، وعاد الحصان يعني بين أنه لحن جرين يعني شوف رافع راسه وهاي، لكن الحصان دي اللي تمكن من الركض وتأقلم بيعطينا أحسن. نعم أبو محمد، أنت الأسبوع الماضي كنت مرشحة بقوة هذا الحصان، وقلت ان هذا الحصان بيكون له شأن، وبالفعل يعني كلامك طلع صحيح في الشوط. أبو تميم، اولا مثل ما قال اخوي راشد، اذا تكلمت عن الدهمه ما تقدر يعني، هذه فرس اسطوره، فرس مرت علينا اظن على مستوى العالم مش على مستوى قطر فقط. الدهمه فرس يعني انتجت يزيد، انتجت يعني ابطال، فالفرس يوم انا شفت الحصان هذا مثل ما قلت لك انا شفته في مزاد فرنسا، كان موجود في المزاد، حصان ملفت غصب يعني، خليك انت كمالك او مدرب اذا تفكر في حصان ما راح تلقى احلى من الحصان ذي، عمره 3 سنوات بهالامكانيات بهالحجم هذا، كان ركض ركضتين اخر ركضه في ايطاليا جاي ثاني، فالحصان حتى احنا كنا نضطر دائما نقول متى بيركض عندنا في قطر. صراحه الحصان اظن عنده قدرات كبيره لحد الحين، هذا الركضه بعد انا اتوقع تو الناس عليه، الحصان هذا اظن اذا حافظوا عليه في الموسم الجاي حق العمر 5 سنوات اظن حصان بيكون له شان كبير، وراح نتذكر الحصان هذا ان شاء بس الله. بس السنه هذه اتوقع انه بناء على هالفوز اعتقد ان البان بينزل لا اكيد بينزل البان، بس احنا نقول دائما اخوي بتيمم شوف يعني اظن كلكم تعرفون كثير من عيال الدهمه اختفوا في استعجالك فيهم انت، يعني احنا ما نعلم البان صحيح. معلم والبان مدرب قدير وخبره، بس لكن كثير من عيال الدهمه ما استمروا في السباقات كثير، ويعني كانوا يتقطعون يجون فتره ويختفون وعقب يردون، فمعناته ان هذه الخيل يبيلها تصبر عليها تكبر في العمر شوي تقرح الخيل هذه، وهذا الحصان بالذات الحجم اللي نشوفه احنا في الجسم اللي عنده يبغي الحصان يعني جرو، يبي له فتره نمو يكتمل عدل، اظن اذا صبر عليه المدرب البان السنه الجايه يعني يمكن السنه يعطيه ركض ركضتين بعد يحافظ عليه السنه الجايه، اظن وذنان والبان محتاجين هالنوعيه من الخيل اللي حق سباقات كبيره. انا عندي سؤال يعني، وبحكم ان انا واحد منكم يعني احب الخيل واتابع السباقات واتابع الركض، لكن لاحظت السنه هذه او حتى العام الماضي قاعد ابحث عن سوبر ستار الاقي اهل الفروسيه يتغنون به، ما لحد الان ما شفت يعني اخر سوبر ستار طلع عندنا اذا كنت صلح لي ابو ناصر اللي هي ليدي برنسس، في شيء بعدها ممكن نقول عنه سوبر ستار نتابعه طلع لنا هاليومين؟ غدير. الغدير الغدير هذا مفروغ منه، هذا حصان افضل حصان في العالم مفروغ منه حاليا. لا
لكن أنا أتكلم عن سباقاتنا اللي قاعدين نتابعها أسبوعيا في قطر. نعم. إحنا معقل الخيل العربية، إحنا معقل السباقات، أبو سوبر ستار طلع، في عندكم طلع عندكم هاليومين في شيء؟ أظن لحد الآن ما بين حصان يوريك أنه هو سوبر ستار لحد الآن. في مناوشات يعني ممكن الحصان كسلالة كجسم كركض الحين قشيم، يعني الحصان هذا اللي ركض اليوم هذا حصان، في حصان ثاني الأسبوع اللي طاف اللي ركض حق وذنام بعد راح غانم. ها غانم غانم ركضتين أول أول ركضتين أول أول. نعم. هذا قشيم للحين ما تعرف وين أقصاه. فهاي الاثنين اللي بينوا في الساحة يعني، ولكن في أبو سعيد في صراحة يمكن يا أبو تميم أعتقد الوقت راح يجيب الفرس هذه أو المهرة ذي اللي هي ملكة الشحانية، يمكن هي اللي أنا أتوقع أنها تروح وتعلى كعب ورا كعب، وراح أتوقع أن عندها مستوى عالي. قصدك مخيلة الشحانية؟ مخيلة مخيلة, مخيلة. مخيلة. صراحة هذه يعني عندها مستوى عالي، أتوقع أنها يعني ما زالت في ظل يعني بداية سباقاتها، بس قاعد تخطي خطوات كبار، وأعتقد أنها هي بتكون يعني مش سوبر السوبر، ولكن قاعد تطلع بملامح بطلة انت غنى فيها الفترة الجاية. أنا دو بناصر أنا لكن أنا اللي يفوز نفس فوز الدهمة نفس فوز لا هل إحنا يعني أنا لحين أذكر شوف النوعية هذه بوتميم السوبر ستار اللي خليني أتغنى فيه لا ما طلع، يعني نوعيات براز. زين شو المشكلة أبو ناصر؟ وين مشكلتنا؟ علمني المشكلة وين؟ صراحة مو بالمشكلة، أنت تتكلم شوف التحضير، تحضير الأبطال صراحة يعتمد على أشياء كثيرة، يتوفق السنة بإنتاج طيب، مدرب صح، يتم إعدادها بشكل صحيح، يأخذها مدرب ممتاز تطلع بصورة صحيحة، أي خلخلة في هالنقاط ما راح يطلع حصان سوبر. أنا ناصر تدري شو اللي يعني إحنا العلم وكل شيء في الحياة يتطور، حتى التليفون اللي في يدك يتطور كل سنة تغيره. نعم. ليش؟ لأن نزل شيء حديث، إلا في عالم الخيل يعني قبل على أيام أول تخبر كل سنة يطلعون لك 3-4 سوبر ستار والحسابة تحسب. السنة هذه وين؟ ما أشوف شيء. وين الخير؟ أنا أقول لك السنوات الأخيرة شوي آخر يعني كم 3-4 سنوات كثير من المزارع عندهم سوبر ستار ما توصل مرحلة السباقات هذه، وهذه معضلة كبيرة صراحة. الكل قاعد يطيح فيها والكل قاعد يخسر فيها، الملاك قاعد يخسرون خيل مستويات عالية وهم السبب، يضغطون على المدربين في خيل. أنا أقول لك أنا يعني مثلا أنت كمدرب جوك 2-3 من خيل السوبر ستار اللي الأم والأبو مصوبين ظهر بطن مرددين زين، يجيك هذا المالك هو بس الحين سلمك حصان يلا متى بيركض الحصان متى بيركض متى بتركض متى. أنت كمدرب مجبور غصبا عنك أنك كنت تلبي طلبات المالك. المالك يقولك والله في أشواط 3 سنوات. نعم. في أشواط أنا بدش هنية أبي أي في مهرجان سمو الأمير. المشكلة هذه المصيبة اللي قاعد تخسر خيل كثيرة ما توصل لمرحلة السباقات. أظن خلف الكواليس كلنا نعرف خيل كثيرة تختفي، خيل كثيرة ما قاعد بناء على هذه أحد أسباب رئيسية. نعم. في اختفاء خيل كثيرة النجوم ما توصل لمرحلة السباقات. نعم. قبل عندنا الأعمار كانت من 4 و5 تطلع تركض. من يوم صارت الخيل 3 سنوات في فرنسا يمكن الكواليتي هناك ممكن يطلع العدد كبير. صحيح. عندنا أنا أقول دائما حرية أكثر للمدرب، حافظوا على خيلكم اصبروا عليها شوية. نعم. العمر 3 سنوات تجي تحن على عمر. هذا ما يحتاج مو أنا ولا غيري، أنا كل واحد يقول تكلم ذي هني الخسائر الكبيرة تصير في عمر 3 سنوات إن المالكة بخيلة بسرعة تشارك. نعم. يشوف عند واحد ركض حصان زين، ليش حصاني ما ركض؟ ليش فرسي ما ركضت؟ ليش؟ نعم. هاي فهني الخسائر تصير. احنا الموضوع هذا مهم جدا وراح نستمر فيه أعزائي المشاهدين، ولكن بنطلع فاصل ونرجع لكم. نعم مشاهدين الأعزاء، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل نستكمل حديثنا عن الأحداث الجميلة التي عشناها في الأسبوع الماضي، من ضمنها الفعاليات قفز الحواجز حيث اختتمت مساء يوم السبت الماضي منافسات بطولات الجولة الدولية للفروسية عام 2024 في مضمار لونجين الخارجي في الشقب، وهي طبعا شفنا معاكم كيف ظفر الفارس السعودي عبد الله الشربتلي بلقب الجائزة الكبرى لفئة 5 نجوم على ارتفاع 160 سنتيمتر عكس عقارب الساعة بعد جولة تمايز مثيرة
تنافس فيها أربع فرسان محققا زمنا قدره 39.43 ثانية. المركز الثاني راح للبرازيلي سانتياغو لامبر، والمركز الثالث راح للدنماركية ريكي بليندا في هذه المنافسة الجميلة صراحة اللي نظمها الاتحاد القطري الفروسية في هذا المضمار أو في هذه الصالة العالمية. يعني أبو محمد على عجالة، يعني أنت أكيد تابعت البطولة هذه، رأيك فيها على عجالة؟ شوف أنا حي صراحة الاتحاد القطري للقفز حواجز على هذه البطولة المميزة صراحة، خيال عالميين، خيال على مستوى عالي. عبد الله شربت لي يعني خبرة كبيرة. هذا الخيال أنا أقوله أسميه وحش صراحة، خيال موهوب لآخر ما تصوره، إن دخل بطولة وعنده حصان زين صعب انه ما يفوز فيها. انا تابعت البطوله هذه، تابعت بالذات الشوط هذا اللي سواه الخيال هذا، شيء جبار صراحه. وانا اذكره ترى عمر يعني حتى في الكل يعرف الخيال هذا، دخل في شوط وعنده امكانيات صعب يعني يفوز فيه. صراحه احنا نتكلم عن مستوى العالي اللي قاعد نشوفه في البطوله هذه، صار لها يمكن 3-4 أسابيع واظن عندهم 2-3 أسابيع بعد جايين. قطر حاليا قاعد تنظم بطولات عالمية كبيرة صراحة، وهذه واحدة من البطولات العالمية. نعم. في قطر قاعد تنظم، ما أشوف في أي دولة ثانية تقدر تنظم بهالمستوى. نعم. العالي يستاهلون بالفعل، حي صراحة شيء مش غريب اللي منظمين على قطر هذه. هذا التنظيم الكبير لهذه الفعاليات العالمية. أيضا أعزائي المشاهدين، بكرة عندنا سباق جميل ينظم نادي السباق الفروسية 7 أشواط مضمار العقدة. أبرز الأشواط هو الشوط السابع على كأس الجميل للخيل العربية الأصيلة المنتجة محليا للمبتدئة الفائزة بسباق أو سباقين. نشوف التداخل. نعم مشاهدينا الأعزاء، شفنا معاكم تداخيل هذا الشوط الختامي. بداية أبغي ترشيحاتك يا أبو ناصر. صراحة الشوط يا أبو تميم يمكن الأبرز فيه كعب غزال وطلقات الشحانية، والله أعلم الشوط يمكن ما بينهم المفاجآت حاضرة، يمكن من نور الهادي، يمكن من تاية، يمكن نجاح، ولكن الأقرب للشوط هم الأعلى تصنيف وحاضرين صراحة. اللي لكن كمسافة من يحب أكثر؟ من الفرس اللي تحب المسافة ذي؟ والله أبو تميم يمكن شوف اثنينهم متقاربين، بس كعب غزال أتوقع هي الأقرب. نعم متطورة واجد في الأولى. نعم وعندها سلالة فاخرة، أداء طيب صراحة. نعم بسعيد. والله أنا أعتقد أن كعب غزال هي الفرس المرشحة، يمكن المسافة ما تخدمها كثير. هذه إنزين، حتى طلقة الشحاني ما تخدمها المسافة. ترى نور الهادي لو في وضعها ممكن تقلب الطاولة. إي يعني ما لكن هم يعني هم الخيل الأفرس الثنتين هم الأبرز في الشوط. وأعتقد أن كعب غزال هي بتكون يعني المرشحة الأولى تكون في الشوط. جاسم غزال. أنا مع أخواني إبراهيم وأبو سالم، كعب غزال وطلقة أظن هم الأقرب للشوط، كونهم نتائجهم الفترة الأخيرة عندهم إمكانيات جيدة. كعب غزال فرس متطورة جدا، قلت أنت نور الهادي، نور الهادي لو كانت الفرس للعام تفوز الشوط هذه إيزي، بس لكن الفرس هذه مو بالفرس اللي كنا نشوفها العام، يمكن جدا نتائجها متراجعة، الفرس هذه مش المستوى اللي شفناها، بس أظن كعب غزال وطلقة هم الأقرب للشوط، وإذا مفاجأة نور الهادي. نعم راشد الجهني. والله شوف أنا أشوف بعد يعني عندك طلقة الشحانية عندها مستوى ممكن تفاجئهم، المدرب قاعد يأدي آخر أيامه، لكن الترشيح الأول هو حق كعب الغزال. كعب غزال. نعم. هذه كانت الترشيحات أعزائي المشاهدين، ونروح ليوم الخميس القادم، هنالك أيضا 7 أشواط ولكن هذا السباق على كأس جزيرة راس ركن للخيل المهجن الأصيلة من الإنتاج المحلي 2000 متر. نشوف معكم تداخل. نعم شفنا معكم أعزائي المشاهدين أسماء الجاد المشاركة في هذا السباق الكبير على كأس جزيرة راس ركن. بناصر شوط يحوي
مجموعة مميزة من الخيل صراحة. يمكن الأبرز هي الشموس يا أبو تميم اللي يمكن ما حضرت في هذا الموسم، يمكن شفناها يمكن شاركت مشاركة أو مشاركتين، غابت فترة طويلة. عودة الشموس صراحة المسافة تخدم الشموس، الشموس عندها مستوى عالي، يمكن هي الأبرز حقيقة ما بين الخيل، خاصة أيضا معاهد حيل دحيل ركض الأسبوع الماضي، ربما تكون الركضة هذه خذت منه، ولكن أيضا دحيل عنده مستوى ممتاز. سر من رأى ما زال صراحة بعيد عن المستوى اللي ظهر فيه في أول ظهور له من 3 سنوات. سر من رأى عنده إمكانيات صراحة، ولكن تراجع مستوى كثير، ولكن يمكن أبرز الموجودين يمكن اللي شموس، إيجس دحيل، برامز، نعم. يمكن الثلاثة رؤوس هذه الله أعلم هو نعم. الأقرب. بس عيد ترشيحك. أنا أعتقد يمكن برامز هو اللي يكون مرشح الأول في الشوط. في خيل شكل ما قال أخوي بسالم، الشموس فرس زينة، بس ما أعتقد أنه يمكن تكون المسافة طويلة شوية عليها، وفرس كانت عندها مشاكل شوية ما أظن. وكير حصان زين صراحة، ممكن يقدم مستوى عالي بس الوزن ممكن ما يخدمه. الدحيل شفنا على الأسبوع الطاف فاز مرتاح في 1300، ممكن واعتقد ان سلالته تخدمه انه يركض المسافه الطويله وشايل وزن اقل 55.5. انا اعتقد بيكون بين رامز والدحيل بيكون نعم. الشوط جاسم غزالي. الشوط دي شوط اوزان هانديكاب، الخيل اللي احنا تكلموا عنها الاخوان كلها خيل شال اوزان ثقيله، هي المرشحه، بس لكن اظن 2000 متر ومضمار العقده الرملي، الخيل اللي شال اوزان سيده طويله، خيل شال اوزان خفيفه اظن راح تكون في مفاجات نديرها هذا. يعني ممكن من هو؟ نديرها؟ لا ما أظن، لا ما أظن هذه. شوف يمكن يتيمة، دحيل، برامز. برامز. راشد الجهني. أنا أروح مع دحيل. مع الدحيل. نعم. يعني أنا قبل أختم يعني كنا اليوم تطرقنا إلى قضية شائكة، قضية النجوم عندنا واختفائهم في دولة قطر. يعني هذا شيء محزن أبو محمد. قبل احنا تخبر من ايام بدايه الالفينات، يعني كل يوم يطلع لك سوبر ستار، تخبر ذيك السنه جاك متباهي، جاتك العنود، جاك محترم حصان المطوي، جنرال الدهمه، كل يوم نجم، كل يوم داحس نظام جنرال. السنه هذه العام السنه اللي قبلها نتشفق على سبوق يطلع لنا فجاه ويختفي، فهذه مشكله يا ابو ناصر. فانا ابغي حل لهذا شوف الموضوع. مثل ما قال اخوي ابو محمد من ساعه، استعجال الملاك وضغطهم على المدربين على أشواط صراحة ما تسوى حافر الخيل دي. نعم. يعني أنا أضيع سلالة وحصان بطل على شوط قيمته 100,000 دولار بس عشان هو في سانكلو، ويصير الكلام هذا في نوعية خيل تحتاج عمر أكثر. صحيح. أصبر عليها صراحة، بتجي هذه أبطال، هذه بتاخذ سيوف. نعم. لو انتظرتوا عليها الاستعجال من المدرب من الملاك وضغطهم على المدربين وبيك تحضري لهذا الشوط، أول خسارة تمر فيها المزارع الكبيرة. لو انتظروا وخلوا الخيل هذه تاخذ حقها وجات في العمر 4 سنوات قريب 5 سنوات، كل الخيل الأبطال ظهرت في هذا العمر يا أبو تميم، باستثناء شخص واحد اللي هو إبراز صراحة اللي ركض في 4 سنين وقدر ياخذ السيف. نعم. يمكن قلة من نوعية الخيل هذه، لكن مشكلة الخيل إبراز. صحيح. لازم نحترم احنا السلالة، السلالة هذه ضخمة تحتاج لها عمر، تحتاج لها وقت، تحتاج انها تكون اقوى. الاستعجال في وجهة نظري هو اللي نعد ما طلع يعني سعيد، يعني امر صراحة ما ادري هو مضحك مبكي. العلم وكل حاجة تطورت، حتى في مجال الخيل تطورنا، في كل شيء تطورنا الا في ثقافة الفئة السنية. ننسى كل حاجة، نشوف شوط ثلاث، ننسى كل حاجة ونروح نركض في الثلاث. المشكلة ما في الملاك، المشكلة الرئيسية في البرامج اللي تنحط حق الخيل. فرنسا تعمل أشواط 3 سنوات، هذا بزنس بالنسبة على أساس أنه بزنس له عشان يبيع الريال زين، ويسوي أشواط كبيرة يحط 100,000 يورو 150,000 يورو حق الخيل اللي قاعد يبيعها في المزادات. نعم. على أساس أنها تركض، بس أنا ما مجبور أني أتبع نفس سلكهم. نعم. كمنظم كنادي سباق وفروسية، إذا أنا أبي أحافظ على الخيل هذه ما بلازم أني أتبعهم، أخلي يا أخي بداية الخيل العربي 4 سنوات أسوي لهم داربي. شوف أنت تسوي 3 سنوات داربي
واربع سنوات داربي، ما في خيل في العالم يركض داربيين وفي لا وجنس جنس اربع سنوات وجنس ثلاث سنوات وجنس اربع سنوات. زين هذولاك يسوون حق البزنس مالهم، انت ليش قاعد تسوي؟ ليش تدمر خيلك؟ انت تشتري من عندهم على اساس انك تطلع بطل من تاخذ من الخيل هذه ابطال، صحيح. فعشان تحافظ عليها لازم اسوي لهم برنامج انا احافظ على المالك، انا ما اخلي المالك يغلط، صحيح. على برنامجي اللي انا حاطه، صحيح. احافظ على الخيل اول شيء ولا اذي المدرب يحصل ضغط من عند المالك على اساس انه يركض الحصان عمره ثلاث سنوات توه، يعني الحصان هذا اللي بيركض ثلاث سنوات متى معسوف الحصان هذا الخيل حصان عربي؟ سنتين. عمره سنتين، ما الحصان العربي عمره حصان عربي يكتمل في الخمس سنوات يا جماعه، فما اضغط على الحصان يعني ثلاث ارباع الخيل اللي تنشره او يمكن اكثر ما توصل لعمر اربع سنوات خمس سنوات تختفي تختفي. فلازم اذا بنا حافظ عليها اول شيء احط لها برنامج ان احافظ عليها احميها احميها الخيل هذه، ما عشان ما اتطرق مع المالك يضغط عليها او يصيد الحماس شويه زياده ولا يضغط على المدرب وكذا واخسر حصان ممكن يكون لي بطل سوبر ستار واخسره في سباق ما يسوى على قولت 100,000 يورو. راشد الجهني يعني انت طبعا انت ضليع وجلست في فرنسا سنوات طويله وحضرت مزادات وحضرت سباقات، انا سؤالي يعني احنا كقطر الان نمتلك اهم واكبر ملاك خيل، اهم واكبر سلالات خيل عربيه في العالم، يعني يفترض ان احنا المرجع مش فرنسا، احنا المرجع الان، بس اللي قاعد يصير العكس. من هو اللي انتج جندل وبرادور وهذه الابطال؟ باتريغان. باتريغان باتريغان ما يركض في هالاعمال، صحيح، لانه يبي حافظ ويبي خيله كمربي، هو انتج اهم خيل كمربي يبي خيله تركض، نعم. ف ما 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 يشغله في هاي الاعمار، دائما خيله تشارك في الاربع سنوات. خيل عربيه مثل ما تفضل اخوي ابراهيم اكتمال عمرها في الخمس سنوات، فانت اجي تعسفه في عمره سنتين ولا تو داش الثلاث هذا اخضر. بعدين هناك لو نتكلم عن فرنسا، فرنسا خيلهم محدود 24 ساعه، بيئتهم غير، بيئه غير، هني لا قطر شيء ثاني. فدائما خيل العربيه يكون فيها نوع من قله النمو، نعم. ما تركض، فلازم نصبر عليها. يعني اي حصان وايد من الخيل، اتوقع من كل يعني 20 حصان اللي ينعسفون في عمر ثلاث سنوات يمكن خمسه اللي يركضون. او في حل ابو محمد، يمكن انك انت اوكي انتاج محلي تخليه يبدا يركض من اربع سنوات عشان تحميه. تحميه او تسوي له اشواط اخر اخر شهرين، نعم. من الموسم. لا وفي نقطه يعني انا النقطه هذه مهمه جدا ولاحظتها وتكلمنا مع الجماعه، لكن ما يعني تبتدي سباقاتهم من شهر واحد. انا نقطه ابو محمد، انا هذه انا ابغيك يعني تكلمنا عنها، موضوع الاوزان. انت لما تفتح الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي اهم حاجه اول بند في الاتحاد الدولي للفروسيه سلامه الخيل، نعم. انا عندي هذا اهم حاجه سلامه الخيل، نعم. انت لما تجيني فلو انتاج محلي اول ركضه احمله 60، ليش؟ ايش الحكمه من الحمله ب 60؟ اجي تناقشه يقول لك لا عشان انا الكونديشن السباق عشان عمر ثلاث سنوات تحمل 50، انا مالي دخل اخي ميدن، هذا انا مالي علاقه بثلاث سنوات، انا عندي شوط بركض فيه حصاني اللي عمره اربع ولا خمس، احمله 60 من اول ركضه حرام. هذا شيء هذه يتحملها يعني صراحه قسم السباقات، نعم. في اي مكان. وبخوي بتميم مثل ما قال اخواني المتواجدين، احنا قبل كم سنه سنوات اللي راحت ما كان عندنا اشواط ثلاث سنوات، ترى ما كانت موجوده اساسا ثلاث سنوات، الخيل ما تركض عندنا من اربع وطالع، نعم. وخمس يعني، صحيح. كانت اربع يلا تو حصاني اركض خمس. بدوها في فرنسا مثل ما قال اخوي بسعيد، سبت البزنس عشان تنباع الخيل هذه، يقول لك ما بيطول عندي في المزرعه، يتم فتره، صح. طويله انا اصرف عليه كمنتج، خلينا نسوي له اشواط. بلعناها الملاك، نعم. الكبار بلعوها، نعم. جات اشواط سان كلو، الاشواط جوائز عاديه، شوط واحد مثل ما قال اخوي ابو سالم جائزه 100,000، الحصان يسوى له 10 اضعاف الجائزه هذه. انا اروح احضر حصاني قبل اعسفه سنتين، اي اعدمه نص، نعم. الخيل ما توصل، هذه واحد. ثانيا عندنا واحد من المقترحات الوزن، موزن عجزنا واحنا نكلم قسم السباقات عندنا، هذا ما يجوز يا علاء الحلال، الاوزان هذه تدمر خيل، نعم. كل ما جانا واحد يعني مثلا مسؤول في قسم السباقات ولا مسك من برا جاء قسم السباقات مسك عندنا، وعبالها خيل ثربد نفس، نعم. الاحجام الكبيره يا اخي قاعدين يراعون الخياله، يقول لك الخياله اوزانهم ثقيله، انا ايش دخلني في الخيال؟ خيال اخي ما يحافظ على عمره كيفه؟ حافظ على حصاني، المفروض الحصان يكون يركض 57، بس سؤال 55 افرس زين، الخيال اذا في خيال عمره شايل وزنه 60 انا ما راح اركبه،
احنا نتكلم عن جزئيه الستين كيلو ما يستطيع كيلو فيها انت قسم السباقات الوزن اللي تحطه تعطي الخيال المجال انه يرفع وزنه. الخيال لو لقى الاوزان اقل غصبا عنه بيروح يقلل وزنه. فنقول احنا حافظوا على الخيل وعيدوا ترتيب. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان تكون الرساله وصلت. اهم حاجه لمحبي الخيل واهل الخيل المحافظه على خيلهم. وزن 60 كيلو جرام ابدا ما يخدم الخيل ويساعد في تعرضها للاصابات. الى هنا اعزائي المشاهدين وصلنا وياكم الى ختام هذه الحلقه. القاكم باذن الله في الاسبوع المقبل. الى ذلك الحين لكم مني ومن اسره البرنامج اطيب تحيه وفي امان الله.